السؤال الثالث محمد عادل وسلمى. سلمى ومحمد عادل. طبعا يا سلمى لو جاوبتي صح يبقى معاكوا هدفين، رجعت ب 25 نقطة وبقيت 60. محمد عادل عايز يتعادل. السؤال الثالث، فنون، من هو الفنان المصري المعاصر الذي قام بدور محسن في فيلم التوربيني؟ كان بطولة شريف منير وهند صبري. أحمد رزق. أحمد رزق الهدف الأول. أحمد رزق الهدف الأول، هدف مقابل هدف.